عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. لاباس؟ يعيش. قدم لنا روحك. الحمد لله العياري العمري. مرحبا بيك مسيو محمد علي. خلينا نحكي شوية على فوائد الزواج. نعم، فوائد الزواج عديدة ومتعددة. نعم. منها؟ منها منها اللي تنجح وثم ما تنجحش. خلينا نحكيو على الفوائد، خاطر احنا ديما نحكيو على المشاكل الطلاق. خلينا اليوم نحكيو على الفوائد. ومربوطين ببعضهم، الفوائد والخساره والربح كيف كيف في الجواز. هي دلاعه مش تحل دلاعه، تلقاها فهمتي صاي يا حمراء وماسطة، يا حمراء ومزيانه، يا بيضه وزاده وحلوه سكر عسل. كل شيء موجود يعني. كل شيء موجود، الجواز هذا كوارث فيه. انت نهار اللي خممت انك تتزوج، شنو كان الهدف من الزواج؟ والله الهدف نتاعي هي سعادتي، والهدف نتاعي هو الاستقرار وبناء أسرة نظيفة. هذا اللي خممته أنا في حياتي وما لقيتش يعني نرغب فيه، لكني اللي غير بارك على أشياء ربما أنا بالنسبة لعائلتي وزوجتي وكذا احتراماتي ليهم رغم من الناس النظاف والعاقلين. ما نقولش في مرتي زوالية ما عنديش حاجة، أما نبقى نتفرج في الأجواز السير فيها دمار في دمار في دمار في دمار كوارث. ومن الأول بيان سور كان الهدف نتاعهم كيما قلت أنت الاستقرار. لا مو كان الاستقرار، وكان حب نظرة، لأن الناس ما عندهاش إكسبيرونس، ما عندهاش جروند إكسبيرونس، ما عندهاش خبرة. ما في جواز شاف واحدة مزيانة بولارة صاي تضرب في مخه ومشالها ديركت. لا مش هذا الجواز اللي تم. علاش ساعة يقول لك تختار الجواز للبنت؟ للبنت بصراحة أنا إن شاء الله نختار البنت اللي اختار لها راجل الآن. علاش؟ بنتي صغيرة وما تديرش مراقة، واحد معسل يلبس وكذا وكرافاتي ولا شابو ولا عنده موتور ولا كهرباء مضخمة صاي مش تضرب به مسكينة يضيع مخها. سي نورمال الغالب سن صغير. أنت كابو شنو دورك لهنا؟ دوري الرقابة. ودوري رقابة، رقابة بنتي سي نورمال، ورقابة ولدي ورقابة. شوف أنا نحب أي إنسان تأخذ له أم وأبوه، لأنه مثلا أنت أبوك وأمك والله اللي خير من اختيارك أنت. رغم أنت سمعني، رغم أنت تعشق والقلب والعين تعشق قلب القلب احيانا الغالب بنتي نظره انه نعشقوا تو نحن شياب ونعشقوا كان نشوف واحده بالله راسها فهمتي لا سي نذوبوا حتى وانت معرسه نذوبوا مش نعرس كده عندي عسل نساء معرسه دو تروفوا والله ما فيش مرتك تسمعك تو نورمال عادي هي تعرف اللي عندي عندها انا نتكلم ببردور نتكلم في فمي اما والله ما الحمد لله ذي نعمه من عمر لانه خسر ربي الفوق هذه حاجه ما نخونهاش وما نقدرش يبقى الجواز ثم ناس دمار في عائلتي ثم دمار كبير نعرف ناس متعرسه وتدمرت مسيو في حاله انه بنتك تحب شخص أي. وانت ما عجبكش أي. وانت كما قلت لي تفهم يعني متفهم وتعرف كيف طفلة نجم تحب شخص ننصح كيفاش نجم والله ننصحها انا ننصحها واذا كان هبطت اجل تولت مشكله تو ما حريه المراه ولت ساعات كارثه بصراحة نقولها بون فماش حرية المرأة مع البول حقيقة الطفلة لازم تسمعك لينبوها حرية المرأة لا تمام وفرضينها فرضتها لأوروبا مش دين الإسلام ما فرضش حرية المرأة حرية المرأة عندها حقوق حتى في دين الإسلام قبل المرأة مش وقالوا صوتاه وضربه وعملوا لا في دين الإسلام لا تماش شرع واطلقوهن بالمعروف اكسبوهن بالمعروف ولا اطلقوهن بالمعروف هذا ايش قال ربي هذا شرع القران مش قانون دستور تونسي ولا قانون امريكا هذه فرضاته ما يعطوك قرض من برا ما يفرضوا عليك املاءات كبيره في تونس فهمتي لكن نحن ما قلناش هذا اما الحمد لله نقولها بصريح العباره ونقولها هذه كلمه مش نزرفها في الموضوع هذا قيس سعيد روى قال لهم باي باي راه ما نمشوا الا بالقانون ونمشوا الا بالحق ونمشوا الا بالشرع بارك الله فيه من بعد السياسه نبعد على السياسه يبقى الزواج اللي ثم ناس دمرت ثم ناس تكسرت ثم ناس كذا صحيح بنتي باش نعطيها ماذا بي على رغبتي وعلى فكرتي ولا كذا يبقى هي ربما تعلقت بالشخص هذاك في السريات وسي نورمال هذا من حقها يبقى انا نتبع لكني نسال على العائله شوف العائله راك بنتي ما تنجمش تخرج على عائلتك مهما تكون ومهما تعد اخويا تخرج 50% تبقى 50% من سلالة امك وابوك تسمع فيا علاش يقول لك ربي سبحانه وتعالى يقول والولد نسخة من ابوه راهو تسال على طفل ولا على العائله؟ على العائله وعلى الطفل سي نورمال حتى كي نسال على الطفل فاسد سكرجي زاني بيه سارق راهو باقي عائلته الاصل بتاعته باش ترجع مهما يخرج سامحني هذه لوجيك هذا نحكوا فيه الناس كل اختي اللي يبقى انا ما نقول حتى كلمه نقول راهي العائلات تم عائلات يومين في الطلاق يومين برا امشي للمحاكم وشوف لان ثم ناس زاد
بنطت شوي، بمبت شوي على رواحها، بمبت شافت الحلال العينين، وانا قاعد نعاني فيها في حاجات. اما انا راني عامل شابو فوق راسي مقلوب التالي، متلفت التالي هك الشابو العكس، لاني نعرف الحياه هذيك بسير، وكل من حب يدمرنا راهو يتدمر، وربي فوق الناس كل. احنا ما نحبوش تدمير العباد، نحبوا الحق ونحبوا الرجله ونحبوا بنياتنا ووليداتنا يتفرهدوا ويعرسوا وتبني الاسر، وتبني اسر بصراحه، وتبني وليدات وبنيات بذره نظيفه. هذه اللي نطلبوه من ربي. شبيك خطأ نحب ناخو امراه حاجك تسهر كل ليله في بواط، سامحني نحب نسهر، نحب نزين لمرتي يا بنتي، اللي نحب امراه تطبق الشريعه القرانيه، شريعه ربي اللي هو نطبقه انا وغيره، حتى ولو ما نطبقوه صبر صا، على الاقل ريتكي نشرب ونشيخ ونعمل ونتغشش، نرجع نقول يا ربي اشهد ان لا، يا ربي استغفر الله في الاخر، نقول استغفر. ثم ناس ما استغفرش، راهي ثم ناس راهي في البلاد هذه، مش في البلاد، في العالم، كفرت عبادي ودخلت في الحيط. هلو راهي بنتي عائلتك واهلك اللي يرفعوا لك راسك، تاج امك وابوك وعمومتك واخوالك وخالاتك هما تاج فوق راسك. الراجل ما يعرفش، شوفي راهو راجل كماليه ثاني، باش تلبسي بلوزون وتلبسي مريول وتلبسي خلعه وتلبسي نيمبورت يعني نقولوا نحن الامورك الداخليه واول خارجيه، رانا هذيك كماليات ثانيه. اما يبقى ابوك هما سطرتك، ريتي ابوك الشايب عزوز، امك وابوك راهم يبقوا ديما عينيهم، واولادك انت ان شاء الله ربي يسهل لك وربي يكتب لك مكتوبك الباهي، اولادك واولاد اخواتك واولاد الناس الكل راهم هما والولد يعني الولد احن من الولود، في بالك هذا ولا اولادك امك وابوك والله احن منك انت على اولادك. راتي انت ربما عندك حنانه وقتيه وكذا مع راجلك وصيب زوجك وكذا، اما يبقى انا ما نقول حتى كلمه، نقول الزواج راهو فيه قيمه وفيه رجله وفيه نظافه، وما ديما التجهل دير ربي والتجهل الحق، راهو الحق يعلى ولا عليه على شيء. مسيو نرجعوا لموضوعنا الاولاني بالكل، هل انت وصلت للهدف نتاعك من الزواج ولا؟ والله ما وصلتش بعمري، لا وصلت لا ما وصلتش، لا مش مستقر مسيو؟ لا مستقر، اما ما وصلتش على رغبتي انا وعلى الحاجات اللي حبيت توصل لهم بخلاف الاستقرار. نحب الاستقرار، نحب نظافه، نحب برتي تصرحني قدامي، نحب اذا كان حاجه حتى ما تمشي ليك سوي جريك تحط فوق الطاوله. هذا الكل ما صارش؟ لا ما صارش، هذه ناس تخدم في الخفاء بكل صراحه، الناس كل تخدم عائلات تخدم في الخفاء، ثم يجوها من عائلتها واحد يبربش من تالي، واحد يحط لها في وذنها، الاخر يحط لها من هنا، هذه اما نبقى مستور الحمد لله في ديني وفي حياتي، مستور مع زوجتي يرحم والديها ماهيش خايبه ونظيفه، ونحن بنت عمي ولاد العائله نحترمها وكيما هي تحترم. اما يبقى نشوف العاميه، شوف العاميه ثم ناس تخفي خفايا، وريت الفرعيسه بين الرجل ومرأة هي العيب. على كل ان شاء الله ربي يهنيك مسيو، نخلي لك كلمه الختام. كلمه الختام ربي يهني كل ولي وليه، وربي يسر الناس كل، وان شاء الله الناس كل تتزوج وتبدي على قناعه، وان شاء الله شوف ديما تبعوا دير ربي، راهو دير ربي ما نخرجوش عليه، إذا اللي تبع دير ربي من صغرته وكبره راهو حتى يسكر حتى يزنى حتى يسرق حتى يعمل، راهو بحول الله يمشي إلا في الطريق، يخرج ويرجع للطريق الصحيح، يرحمه الله يبارك.